استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. مساء الخير عليكم في حلقة جديدة في دعوة فرح. الحقيقة حبيت أبدأ حلقتي النهاردة بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، وصيته بالحفاظ على المرأة وتكريمها، لأن حلقتنا النهاردة في حالتين، كل حالة فيهم زوجها اخترق حدود الإسلام والإنسانية. يعني أنا لحد دلوقتي مش قادرة استوعب إن ممكن يكون أب راجل طويل عريض ياخد الأكل من مراته وعياله عشان يروح يشرب مخدرات. مش بس كده، ده طردهم ورماهم في الشارع بعد ما باع كل حاجة في البيت. ما تستغربوش من كلامي على فكرة، عشان اللي قلته جزء لا يتجزأ من القصة، ومش لاقية أي مصطلح ينفع يتقال هو ليه عمل كده، فهسيب التعليق ليكم أنتم. ولكن الأفظع بقى من كل ده، إيه السبب اللي خلى الراجل يطرد مراته وعياله من البيت؟ أنا هقول لكم. البي كان بيجيب صحابه البيت يعملوا ايه؟ يشربوا مخدرات، وكان للأسف الشديد بيطلب من مراته تعمل حاجات مش ولا بد، وأكيد لما اعترضت ضربها، سحلها، رمها في الشارع. ده أقل واجب من واحد بيشرب مخدرات. فحلقتنا النهاردة كمان معانا بنت كانت بتعاني من إنها بتشوف حاجات وحشة، وكانت حاسة إن في جن في الموضوع. فباباها جاب شيخ زي أي أب عادي، لو بنته بتشتكي من حاجة من الحاجات دي هيجيب شيخ. جاب شيخ البيت عشان الشيخ ده يعالجها. بعد فترة، وطلع الكلام ده على فكرة مش زي ما بنشوف في الأفلام، طلع حقيقة وواقع هحكي لكم عنها دلوقتي. الشيخ ده طلب إنه يتجوز البنت، وفعلا جاب ناس شغالين معاه على أساس إنهم مين بقى؟ على أساس إنهم أهله، وتقدم للبنت واتجوزها. طب والنتيجة؟ نصب عليها، خد عفشها، ومش عايز يديها اي حق من حقوقها. تحب اقول لكم على الكارثه الاكبر؟ ان والد البنت دي كان عارف، ابوها اللي هو اقرب حد ليها، اللي هو بيحميها، اللي هو ظهرها، اللي هو المفروض لما يكتشف ان حد عمل كده في بنته يولع الدنيا. لا، هو عمل ايه؟ كذب على بنته ودخلها في صفقة تجارية. عشان ايه؟ عشان خاطر الفلوس. ياه على الفلوس اللي بتخلينا نبيع عيالنا وتخلينا نطرد مراتنا وولادنا. ياه، انا كفرح بصراحة مصدومة، يعني لما سمعت الكلام ده، سواء من اسماء اللي جوزها طردها هي وولادها عشان خاطر مخدرات، ولا من آية اللي جوزها قال لها هعالجك من السحر ونصب عليها وخد فلوسها، لا وهرب كمان. خلونا نطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا ونعرف تفاصيل في كل المواضيع دي في حلقة بعنوان مش كل واحد مكتوب في بطاقته ذكر يبقى راجل. رجعنا من الفاصل. مشاهدينا عايزاكم تركزوا معايا في القصة دي. متأكدة ان انتوا اكيد سمعتوا القصة دي قبل كده، بس في الافلام في المسلسلات، وبتتعاطفوا مع القصة دي جدا لما بتشوفوها في مسلسل او في فيلم. طب تخيلوا ان القصة دي معايا حقيقية، لحم ودم، بس على ارض الواقع، لا مسلسل ولا فيلم. معايا السيدة اسماء. اهلا بيكي يا اسماء. اسماء، عايزاكي تحقنا القصة بكل تفاصيلها. بس حضرتك، احنا كنا قاعدين في مصر القديمة، جوزي اتحبس، خد 3 سنين في مخدرات. في مخدرات؟ ده مش اول حبسة ليه، خد 3 سنين في 3 سنين. 6 سنين؟ طب خليني معلش ارجع لك من الاول خالص. انت اتجوزتيه وهو مدمن مخدرات؟ هو كان بيتعاطى مخدرات. يعني مدمن؟ بس ما كانش، يعني اتجوزتيه وانت عارف ان هو بيتعاطى، بس ما كانش كده. كان يعني بياخد اللي هو كان بيشرب جرعات اقل. لما اتحبس بقى 3 سنين في 3 سنين، فدخل في كيسه البودره دي. بودره؟ اللي هي البودره. فاحنا لما كنا قاعدين في مصر القديمه كان هو محبوس،
ساب لي صابرين عندها 40 يوم طلع لا معاكي بنت؟ معايا انا معايا 3 بنات وولد. تمام. بس هم انتوا متجوزين بقالكم كام سنه؟ 9 سنين. 9 سنين منهم 6 سنين سجن. ساب لي صابرين دي عندها 40 يوم طلع لها عندها 2.5 سنين. سما دي سما بطني حامل في السابع طلع لها عندها 1.5 سنة. كنت بشتغل كان السيد حسن غندور عامل يعني مشروع هناك اللي عايز يشتغل كنا بنشتغل. اشتغلت ايه؟ اشتغلت عنده اللي هو كان اللي هو موظف ان احنا نمسح السلالم والمكاتب وكده. اشتغلت في الخدمات؟ اشتغلت في الخدمات في المشروع. العماره كلها حبتني لان ما شافوش مني حاجه وحشه. طلع هو طلع بقى بدا في سكه القعد معايا شهر والتاني بعد كده لقيته بيتعاطى في المخدرات. يعني كده افهم كلامك انت اللي كنتي بتصرفي وهو ما كانش بيصرف عشان كان مسجون. طب وقبل السجن كان بيصرف؟ لا قبل السجن ما كانش بيصرف. يعني في جميع الاحوال في السجن وبره السجن هو سنه بالظبط اللي قعدتها معاه كان بيشتغل ان هو كان بيشتغل مع واحد بتاع انابيب. بعد كده لما دخل في المخدرات خالص ما كانش بيجيب جنيه. انا اللي كنت بطلع اشتغل الفلوس رايحه على المخدرات. ما كانش بيجيب اي حاجه. بعد كده لما هو طلع قعد شهرين فابتدت ان البنات انا كنت عارفه ان هو بياخد اللي هو البرشام ده بس ابتدت بقى بنت انا اللي هي عندها 8 سنين دي ان هي تشوفه تقول لي يا ام ده هو عم وليد بيجيب حاجات في الطبق وبيشوفه. ثانيه واحده بنتك بتقول له عم وليد؟ ما بتقولوش يا بنت ان هو اتغاب عليها كتير شافت منه طب ليه بنته بتقول عليه عمه؟ ده بنت انا. لا لحظه واحده انت كنت متجوزه قبله؟ كنت متجوزه واخده ابن عمي جايبه منه رحمه وحسين بس دولك كانوا قاعدين مع ابويا الله يرحمه لما ابويا توفى عيالي جت قعدت معايا. يعني انت عندك منه 2 وكنت متجوزه قبله ومخلفه 2. تمام. فهي بتقول لي ماما عم وليد بيجيب حاجات كنت متجوزه ابن عمك مظبوط؟ بيجيب حاجات يشدها في الطبق فانا ما كنتش مصدقاها لما شفت انا بعيني ابتدى بقى ان هو ايه ان انا انزل الشغل يبيع في الحاجه اللي زي الثلاجه واوضه النوم والحاجات دي باعها كلها خلانا بقى انا نايمين على الارض. سكت وقعد. هسألك سؤال انت ما طلقتيش ليه من اول لحظه يعني ليه خلفتي عيل؟ اقول لحضرتك بقى انا ما طلقتش ليه لان اخويا انا واخد بنت عمه فكل لما انا اجي ان انا اطلب الطلاق يحط بنت عمه قصاد طلقنا. فانتوا خايفين تتطلقوا عشان هما كمان هيتطلقوا. وغير كده كان بيهددني ان انا ان هو يهرمني بميت نار زي ما يشوهك بميت نار؟ هو عاملها في ايدي. هو عمل كده في ايدك؟ وتعويره يعني هو بالفعل حرقك؟ تمام. دي تعويره وميت نار اهي. حسبي الله ونعم الوكيل. معلش ممكن توريني تاني؟ ممكن بعد اذنك توري ايدك للكاميرا؟ تعويره وميت نار. عايز اقول لحضرتك انا يعني انا قلت لكم اللي انتم هتشوفوه النهارده هي فعلا حاجه تشيب لا مسلسل ولا فيلم ده حقيقه على ارض الواقع. حرق ايد مراته اللي هي ام عياله عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر بيتعاطى مخدرات طبعا دماغه مش فيه. ابتدى بقى ان انا انزل الشغل ياخد مني فلوس يا اما يهددني بعيالي ان هو يضرب عيالي. ده طب معلش استنيني لحظه اكيد عملت فيه بلاغ اكيد عملت كتير لحد ما وديت كان لمؤاخذه معاه سنجه كده كان بيضربني بيها ببطن السنجه دي وكان مشاور لي جسمي بيها كان بيزرق لي جسمي. خدت الطبق والناس اتعاطفوا معايا من اللي في العماره عندي وخلوني رحت خدت الطبق بالسنجه ده ورحت قدمت في بلاغ. رحتي قدمت البلاغ؟ قدمت بلاغ. نزلت فعلا معايا حمله عقبال ما نزلت معايا الحمله ما لقيتهوش. هرب قعد يوم والتاني والتالت وجه. وبعد ما رجع؟ جه طبعا ايه ابتدى بقى خلاص انا سكت على كده وانا مش هعمل كده تاني وحقك عليا زي ما بيحصل. وانت كنا نايمين في الارض. لانه باع كل حاجه عشان لانه باع كل حاجه. فانا كنت انا خايفه على الشقه ان هو يبيعها. ان هو يبيعها وانا عارفه هي باسمه شرط. ولا باسمك؟ هي باسمنا احنا الاثنين. فما يعرفش يبيعها لوحده. بس طب خايفه من ايه؟ عشان هو ممكن ان هو زي ما مضاني على وصل امانه اخوه مضاني على وصل امانه. لحظه واحده انت ليه مضيتي على وصل امانه؟ اقول لحضرتك ليه مضيت على وصل امانه؟ هو خد مكنه اخوه اللي هو التوك توك ده باعه. باعوا. طب وانت مالك؟ فهو بقى اخوه اجباري. لا اجباري مدونا على وصل امانه. مدونا على وصل امانه لحد ما سحبت كارد وسددت فلوس اخوه. انت مالكيش علاقه بالقصه؟ مالكيش علاقه بالقصه. هو بضمان الشقه
ان انا سحبت 12000 جنيه عشان ادهم. وبعدين اقول لحضرتك حاجه، انا لما مديت على الوصل دوت مش اخوه اللي مدني ده، جاب واحد بلدياته هو اللي خلاني ان انا مديت على الوصل، ان هو مديني امان ان انا اوصلها لفلان وانا خدتها. يعني انت ما تعرفيش انت كنت بتمضي على ايه؟ اه لا حول ولا قوه الا بالله. ابتدى بقى ان هو يجيب صحابه. ان انت ما بتقريش ولا بتكتبي اصلا؟ ابتدى ان هو يجيب صحابه، يعني انا كنت امشي الصبح انا وعيالي، لدرجه ان انا كنت بروح ابيع النعناع في الشارع انا وعيالي. كنت عيالك معاك؟ اه. انا عايزه اقول لحضرتك ان ابني من كتر الغباء انا ما اعرفش عنه حاجه. ما تعرفيش حاجه عن ابنك؟ يعني ابنك فين دلوقتي؟ ابني اتفش منه من غبائه. ابني 12 سنه انا ما اعرفش عنه حاجه. اقول لحضرتك ايه ولا ايه؟ فكان يجيب صحابه، كان ابني ده ينزل يشتغل مع واحد عندنا في العماره اسمه بوكيندا، كان شغال معاه بيصلح اسانسيرات. كان ابني بيديني كل اسبوع 200 جنيه 250 جنيه كان هو ياخدها. ابني لما شاف الغباء منه وشاف ضربه، لحد ما نزل فيه ضرب الساعه 3 بالليل وطردوا، لموا له هدومه وطردوا. الناس الجيران طلعته وزعقوا معاه واتخانقوا معاه. جبت ده بقى ان هو يجيب صحابه، صحابه ينزلوا الفجر، ينزلوا الصبح، يجيب صحابه يعملوا ايه؟ يجيب صحابه يقعدوا قاعده وش عندك وانت موجوده في البيت، بيجيب صحابه كنت رجاله من الشغل. اه يقول له خش جوه اقعد اوضتك، مالكش دعوه باي حاجه. طب يا وليد ما ينفعش، لا ما انت مش جوه اوضتك، مالكش دعوه بينا. اروح اشتكي لامه، امك هتقول لي اطلع على الحكومه. ولا طب انا بطلع على الحكومه راجل مقبول. يعني مامته بتقول لك روحي الحكومه؟ اه. وهو علاقته كانت بوالدته ايه؟ ام لدرجه ان هي جت معايا راحت قالت له انت واصحابك بره. يعني راح شتم امه. شتم امه اه. راح جه قلت له خلاص انا هطلع اجيب لك الحكومه دلوقتي. طب ده ملوش خير في امه، هيبقى ليه خير فيكي؟ طلع اجري رايح ضربني بالكتر برده هنا، راح معورني في دراعي لحد ما رحت برده ودراعي بينزف، ورحت برده ما عرفش يعني جرب يحرك ما منفعش، فحاول يغزك ما عرفش. لا هو غزتني بالمطوه. فين؟ في جنبي هنا، انا مغزوه منه بالمطوه. ده غير بتاع دراعك؟ اه لا انا مغزوطه، انا والدنيا كلها تشهد ومحضه. من قيمه سنتين هو ضربني بالمطوه. لا انا بس في حاجه انا عايزه اقف معاكي فيها، انت كل ده مستحمله ده شروع في قتل، ده شروع في قتل، انت مستحمله عشان خاطر قريبتك ما تطلقش. مهددني يا لحد دلوقتي وجالي منه تهديد. لغايه دلوقتي جالي منه تهديد. ايه التهديد؟ تهديد بميتنا في وشك، هموتك، هشوفك في اي حته، هديك بمطوه وهجري. وده من متخيله منه اي حاجه. هو فاكر انه ايه؟ اي حاجه. عايز اقول لحضرتك ان خلى شباب، يعني عشان خد مخدرات من واحد، خلى شباب جم دخلوا جم الصبح خبطوا عليا فين وليد، قلت لهم وليد نايم جم. راح دخل عليا تهجموا عليا، وانا يعني كومت فيهم. اتهجموا عليكي ليه وانت مالك؟ عشان بسبب مش عايزين وليد. هو عشان بسبب المخدرات اللي هو واخدهم. يعني هو واخد فلوس منهم او مخدرات منهم؟ مخدرات بودره. اه بسبب المخدرات ديت، لو هو يعني هم لما شافوا ان هو بيتهجم عليا ان هو هيديهم. اتهجموا عليكي بيضربوكي ولا بيعتدوا عليكي؟ لا هيتهجموا عليا حضرتك، هيخلعوني هدوم. لاش اللي عماره اغتصاب. دي محاوله اغتصاب. اه لاش اللي في العماره، الناس اللي في العماره راحوا طالعين في الخناقه، راحوا ضاربينه هو بالمطوه من اول هنا كده لحد هنا. يعني هو كمان مضروب بالمطوه؟ اه هو قعد 24 ساعه في الملاحظه وطلع برده اللي فيه. يعني ما اتعصى حتى من اللي حصل له، انه كان بينه وبين الموت لحظات. اه خاف. اخر حاجه بقى عملها بسبب انا ما مشيت وخدت بنتي وخدت عيلي ومشيت، ان اخوه مدمن، اخوه برده بس مش بودره، هو برده بياخد المخدرات دي، اتهجم على بنت انا اللي عندها 8 سنين. يعني عمه يعني اخوه بنتك انت اللي هي من زوجك التاني؟ اه. لما بحكي له هو وامه ما صدقونيش، جه قدامي راح قال لي انت عايز تطلعي سمعه في اخوك، في اخويا ومش اخويا. قلت له بنتي مش هتعرف حاجه زي كده ولا هتتبلى عليه. طب انت دلوقتي عايشه ازاي؟ وبناتك فين؟ وولادك فين؟ انا قعدت، انا سبت اخر حاجه مشيت فيها من المقطم، ان هو راح لم شبابيك العماره، ودي كانت قضيتها في شهر 12. شبابيك؟ اه الالمنتان دي، لما هو بقى خلاص بتاعت العماره كلها؟ اه بتاعت العماره، لم من الدور الخامس، الدور طلع على 6 شقق. لم الست شبابيك من الدور الخامس لحد الدور التاسع عندي. لم الشبابيك كلها بتاعت العماره والالمونتان اللي هو الالمونيوم. ايوه ايوه. راح بعد ما الامهم دخلهم جوه في الشقه عندي، راح فاكك شبابيك المطبخ بتاعتي انا وشبابيك الحمام، بقى عمال يكسر ايه فيها. طبعا الناس اللي في العماره مصورينه،
سابوه لما حط الحاجه كلها وعمل ده كله، راحوا مبلغيني اللي هي الحكومه، راحوا مسكوه ضربوه. لما مسكوه ضربوه هو جري منهم، فانا جيت من الشغل فلقيت الازاز ومش عارفه، واحده راحت قالت لي من العمر، قالت لي يا ام رحمه انت عايزه تفضلي في الشقه انت وولادك، خليكي فيها بس لحد ما الحكومه تيجي. انقذوا الست الغلبانه اللي قاعده قدامي دي هي وعيالها. انا اتبهدلت، انا اول ما جلست ادخل بس عشان انا المحامي طلب مني فلوس، انا مش مقدره ان انا اللي بجيبه بصرف بيه على الثلاث بنات اللي معايا، وانا بدفع كل شهر 750 جنيه. طب انت طالبه محامي، انت طالبه محامي، طالبه محامي وطالبه شقه ان انا عايشه. طيب انت رزقك في رجليكي. احنا معامي الاستاذ صلاح يوسف الاقرص، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ. حضرتك اكيد سمعت استاذة اسماء بتتكلم وبتقول قصتها المأساوية جدا، ان استاذ وليد جوزها شروع في قتل، محاولة اغتصاب، مخدرات، بيضرب عيالها، اخوه بيغتصب بنتها، يعني قصة مأساوية جدا. وهي تعمل ايه دلوقتي استاذ صلاح؟ معاك يا فندم. الست دلوقتي الموضوع بتاعها يعني تعرضت ليه ناس كتير، مشاكلها مشابهة كتير في الفترة دي، يعني هي بقت مشكلة أخلاق أكتر ما بقت مشكلة شخصية. لكن بالنسبة للوضع القانوني بتاعها، هي طبعا حالتها دي إنها ما تقدرش تعيش مع الشخص ده، فترفع دعاوى طلاق بالنسبة للضرر الواقع عليها، أو ترفع دعوى خلع وتخلص من المشكلة اللي هي عايشة فيها والشخص الغير ادمي يا استاذ صلاح. هي القصه مش قصه خلع، هي مش عطلانه في قصه الخلع. انا رافعه قصه الخلع يا فندم. القصه ان في نسب وفي اختها متجوزه قريب وفي قصه تانية. تمام، ده موضوع. فهل هي ممكن تلجا لمين وتروح فين؟ لا، ما طالما عليه بشوف مين كبيره ولسه مهددها ان هو هيرمي عليها ميه نار على وشها. يعني التهديد ده لحد من امتى؟ من قريب. لحد من قريب هي بتقول. من قريب هي تعمل محضر. اول اجراء تتخذه حاليا تعمل محضر وتحاول ان هي تثبت الضرر اللي وقع عليها، زي ما انا قلت اللي هي رافضه. هي رافعه خلع ولا لسه؟ انا رافعه خلع والجلسه. طب يا استاذ صلاح، يعني ده طلب من برنامج دعوه فرح، ممكن حضرتك تساعدها وتتبنى حالتها؟ انا متكفل بيها بامر الله يعني. شكرا يا استاذ صلاح جدا، وهو ده بنشكر حضرتك جدا جدا. استاذ صلاح يوسف الاقرص المحامي، بنشكر حضرتك جدا. اطمني خلاص اهو، انت ربنا بعت لك محامي لحد عندك يتولى حالتك. انت لسه بتقولي ان المشكله مشكله فلوس ومش قادره تكملي، المحامي هيتولى القصه كلها، لان بلد دي بلد فيها قانون. يعني مش اي حد يقدر يمشي في الشارع ويقتل ويعمل. احنا عايشين فين؟ احنا مش في غابه. وهتشوفي بعد الحلقه دي اسماء وليد هيكون فين، وليد مسيره ايه، هو واللي زيه. والدته حضرتك بتقول لي، انا قلت لها خلاص لو انا هتطلق نطلق ودي من غير ما في مشاكل، فهم حاطين تنازل انا عن الشقه وطلق. نازلي عن الشقه قدام طلاق، وده مش هيحصل باذن الله. طب كلميني عن اولادك، قد ايه يعني بناتك سنهم؟ قد ايه بيروحوا مدارس؟ بيروحوش مدارس؟ وفي حاجه انا عايزه اقولها لحضرتك. لا، في حاجه انا عايزه. بنته اللي عنده سنتين دي، امه لحد دلوقتي مش هتطلع عليها شهاده ميلاد، وبتقول لي لو كملت في قضيتك دي وما تنزلتيش قضيه الخلع دي، انا هقول ان دي مش بنتنا. يعني بنتك اللي عندها سنتين اللي عندها سنتين معاش، يعني مش هتقولي لو امك. هو بيقول لي لو ما تنزلتيش انا قضيه الخلع انه مش بنتي. انا كنت محبوس لما انت جبتيها، انا كنت حامل فيها في السابع. لما هو كان في السابع انا عندي الدين اللي عنده العماره كلها 99 شقه بالشارع كله يشهد هو كان بيعمل ايه، لحد اما الناس قالت لنا احنا نيجي معاك المحكمه ونشهد. اعمار بناتك قد ايه دلوقتي؟ الاربعه حسين 12 سنه، رحمه 10 سنين، صابرين 6 سنين، سما سنتين. ولا حد فيهم راح مدرسه؟ ليه؟ طب ليه ما ودتهمش مدارس؟ ما ودتش مدرسه. ليه؟ ايه السبب؟ السبب ان انا اللي كنت بشتغل وما كنتش عارفه اودي مدرسه. حسين جيت وديته مدرسة، طلع من سنة أولى ما رضيش يكمل، قال أنا عايز أشتغل في ورشة، أنا حبيب الورشة. ابتدى إن هو ينزل مع أخويا الورشة ده قبل ما أخد. طب أنت بتكسبي منين دلوقتي؟ هل أنت شغلتيهم كلهم؟
لا انا مش مشغله، ما انا حسين ما اعرفش عنه حاجه. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا بروح طب حسين مش كان شغال في الورشه؟ راح فين يعني؟ انت دلوقتي ما تعرفيش حسين كان قاعد معايا، كان قاعد معايا لحد شهر 12 اللي فات ده. وبعدين راح فين دلوقتي؟ لحد دلوقتي انا ما اعرفش عن ابن حاجه. طفش اسمع بقى اللي هو يقول لي ده كان معانا، كان قاعد معانا، انما لحد دلوقتي ما اعرفش عنه حاجه. ولا حاول يجي البيت ولا اي حاجه. اخر مره من قيمه 15 يوم اتصل بي قال لي يا ام انا بخير وكويس، بس بعد كده ما سمعت صوت تاني. طب انا عايزه اشوفك، ما جيتش ليه؟ عايزه اشوفك. راح قال لي لا لما تخلصي من وليد انا اجي لك وحش معاكي. قلت له طب انا بعيد عن وليد. قال لي لا. طب اهلك فين من كل ده يا اسماء؟ انا ابويا متوفي وعند امي عندها سرطان عظم على كرسي متحرك، ربنا يشفيها. واخويا التاني متجوز يعني كل واحد. ايوه هو متجوز بس ما بيساعدكيش ليه؟ ايه متجوز يعني هيرمي اخته؟ كل واحد دول انا يعني شايف اخته في العك ده كله ومتجوز؟ اه فعلا. انا عندي اربع صبيان ومش عارف مش عايزه تخرب بيتك قصاد بيتي. انا اقف جنبك. لا معلش مش فاهمه. يعني علاقتها؟ يعني انا بسبب ما انت ما تطلع انا بيتي هيخرب. ليه يخرب؟ حلها بعيد عني. وعقد الجواز مكتوب فيه شرط انت تتجوزي عشان اتجوز؟ فحل مشاكلك بعيد عني. عشان حل مشاكلك بعيد عني؟ عشان ما يعني انا ما تحطش معاكي وجع ده فعلك. طب ومرات اخوكي رايها ايه في اللي بيعمله وليد؟ هي مرات اخويا بصراحه جايه معايا. جايه معاكي يعني معي. يعني بتتعاطف بس معاكي لكن من غير حل. طب ما تقول لاخوكي اتدخل ومالكش دعوه وانت راجل. اخويا اتدخل قبل كده حضرتك، اتدخل في مشكلتنا وكنا هنتطلق، وراح مد اخويا 25 غرزه في دماغه. اخويا ضربه بالكازلك مديله 25 غرزه في دماغه. اخويا الكبير ده. طب ده مسجل خطر ومجرم. ايوه مسجل. ده مجرم عايش وسطيكم هيخلص عليكم واحد واحد بالترتيب. مسجل. عايزه اقول لحضرتك ان انا فيها هنا كده 9 غرز. ده في عينك كمان؟ ده هنا اهو. ولو حققتي حضرتك من كتر الضرب انا عندي عمليه ما يزرق على عيني من كتر الضرب. وبنته الاربع ست سنين دي صابرين ضاربها هنا. جنب عينها عادي هنا كده. طب والطفل بتتضرب ليه؟ ضاربها هنا. طب والطفل بتتضرب ليه؟ انا اجي من الشغل هات يا اسماء انا ما معيش. طب يا ولد اضطر امه بقى تقول لي اديه عشان يبعد بعيد عنك. اديله. قال ان انا كنت اديله كل يوم ال 50 جنيه وال 100 جنيه على يد ناس في الشارع عشان يبعد بعيد عني عشان يسيبني انا وعيالي في حالي. لحد ما كان بيجيب واحد صاحبه كان بيجيبه ويعيش معانا في البيت. عارفه حضرتك يعني ايه؟ لما خدت عياله ومشيت. سبت الدنيا كلها ومشيت. انا من الصدمه اللي بسمعها منك انا مش عارفه اقول لك انت عايزه ايه. عايزه تشتغلي ولا عايزه تخلصي منه؟ يا انا اشتغلت الحمد لله. يعني انا اشتغلت، انا اشتغلت في المستشفى. دلوقتي بتشتغلي في مستشفى؟ القصر العيني اشتغلت. طيب هو كل شهر 1800 جنيه الحمد لله وربنا مستعيني. بس انا عايزه اخلص من البني ادم ده لان هو كل شويه له تهديد. على فكره على فكره انا يعني عيطت بس ان شاء الله المره الجايه باذن الله هتشوفي وليد ده هيبقى فين. ده في حضرتك لما بتكوني نايمه كده هتيجي هنا وانت واخده حقوقك وبتضحكي ومش بتعيطي وهتدخلي عيالك مدارس. اما كنت يعني عيطت المره دي بس كدا. المره الجايه انا مش هسيبك تعيطي. تكوني نايمه كده حضرتك وحاطه دماغك على المخده وخايفه لان هو جالي في المنيب. طبعا ده مسجل خطر. جالي وضربني ولسه الناس والشباب بتوع اهل المنيب دول اتمشوك كان موتني انا وعيالي لحد ما خد مني البطاقه دي كسرها. خد بطاقتك كسرها؟ خد بطاقتك عشان ما كملش عشان ما كملش القضيه ولا اعرف. ومفكر ان انا البطاقه دي ان هي هتوقفني عن كل حاجه. يعني انا مش عارفه اقول ايه. مخدرات لحست دماغه. قلبي انا قلبي وجعني عليكي. وعايز اقول لحضرتك ان في ناس من عندنا بيتصلوا بيا يقولوا يا اسماء ده جوزك عمال يسرق العدادات، جوزك عمال مش عارفه ايه. يعني بصي ده بني ادم مجنون. يعني بصي اقول لحضرتك حاجه، يعني انت ربنا خد موعظه من ربنا من عينك اللي راحت. تقي ربنا يعني انت فيك ان انت عينك راحت. تقي ربنا في عيالك. لا مش
قبل الفاصل كان معايا أسماء، ضحية راجل ما عندوش ضمير، ولكن هي مش آخر ضحية. بعد الفاصل معايا ضحية راجل لا عنده دين ولا ضمير. أهلا بك يا آية. أهلا بحضرتك. آية، ممكن تحكي لنا قصتك؟ والدي كان بيقعد يعمل حاجات غريبة في البيت، بيولع بخور ويقرأ حاجات كده على سبحة طويلة لونها بني، وبيقعد كلام في سره كده. عشان ايه بيعمل كده؟ عشان هو عايز، معتقد ان في اثارات وان في ناس بتقوله هيبقى معاك حاجة خدمة وطلع منها اثارات والكلام ده. فهو لما ابتدى يعمل حاجات دي ابتدينا احنا انا واخواتي نشوف حاجات غريبة في البيت. بتشوفوا حاجات غريبة في البيت؟ بنشوف كلنا. طيب معلش، يعني حاجات زي ايه؟ يعني انا بس هقف معاكي عند الحتة دي عشان مش كل الناس بتصدق انه في ناس فعلا بتشوف حاجات حقيقية زي كده. مرة شفت واحد كان واقف بيبص لي وبيضحك، وكان انا جسمي متشنج بس انا كنت صاحية وواعية للحواليا وسامعاهم. والحاجات دي اللي بتشوفيها في البيت؟ في البيت. في البيت بس؟ في البيت بس، انما في اي مكان بره تاني لا. يعني لو بيت عند حد من قرايبك ما بتشوفيش الكلام ده؟ لا ما بشوفش حاجه، بحلم بكوابيس بس ما بشوفش حاجه. ومره شفنا واحده كانت راسها واقفه طايره في السماء وشعرها طويل، واخويا شافها برضو وجسمها مرمي في الارض. يعني انت واخواتك بتشوفوا نفس الحاجه؟ كلنا. طب انا ووالدتي واخواتي كلنا. ما فكرتوش مثلا تتعرضوا على دكتور نفساني ان هو ممكن تبقوا انتوا من كتر ما انتوا خايفين قوي ابتديتوا تحسوا بان انتوا عندكم هلاوس بصريه وسمعيه، لانه فعلا في مرض اسمه كده، فانتوا ممكن تبقوا توهمتوا. لا ما صراحه ما تعرضناش، بس احنا اصلا ما كناش بنصدق في الحاجات دي. طب كان الحل ان انتوا تروحوا للشيوخ؟ هو والدي ودجالين. والدي جاب شيخ الاساس ان هو يعمل رقيه شرعيه للبيت. تمام. وجه فعلا، وعشان انا كنت في الفتره دي تعبانه جامد، وجه وقرا قران عادي. يعني كان عندك كام سنه ساعتها؟ هي الكلام ده من سنه. من سنه؟ يعني كان عندك كام سنه؟ كان عندي 21 سنه. صغيره قوي. جه قرا قران فعلا، قران عادي وهو قاعد وما فيش مشكله. بس وبقى مشي في اليوم اللي هو مشي فيه، كلم والدي على اساس ان هو يتقدم لي الشيخ. ووالدي قعد يشكر فيك وقعد يقنعنا ان احنا نوافق، لازم يعني ده كويس ده محترم. طب سؤال، هو الشيخ ده اكيد كبير سنا؟ كبير؟ لا مش كبير. كان صغير؟ شيخ صغير. قعد يقنعني ووافقوا عليه، ده كويس ده محترم ده بيعرف ربنا، حافظ كتاب ربنا، ده هيراعي ربنا فيكي، ده هيحافظ عليكي. وقعد يقنعنا يعني بيه انا ووالدتي، فقعدنا شهرين وهو بيقنعنا بيه. وانتي اصلا ما كنتيش مقتنعه؟ ما كناش موافقين عليه، لان هو بصراحه ما عندوش حاجه ان انا اوافق عليه. يعني ايه ما عندوش حاجه؟ يعني قصدك يعني مستواه الاجتماعي مش كويس؟ غير مستواه المادي مش هو ده الشخص اللي انا هوافق عليه. تمام. ففضل يقنعنا بيه لحد ما فعلا وافقنا، وجه الشخص دوت وقال طب روح اسال عنه. والدتي قالت له روح اسال عنه، خد فلوس من والدتي لان والدي ما بيشتغلش. يعني هو كان يعرفه قبل كده؟ كان هو بيقول ان هو تبع واحد، تبع يعرفه واحد اسمه امام. لكن انتوا ما كنتوش بتشوفوه قبل كده؟ لا. مع باباكم في اي مكان تحت؟ لا. البيت في الجامع الكلام ده كله؟ لا هو من اصلا من بلد واحنا في مكان تاني خالص. يعني ما تعرفوش اصلا؟ لا ما نعرفوش. تمام. وخد فلوس من والدتك؟ خد فلوس من والدتي. الشيخ؟ لا والدي، على اساس ان هو يروح يسال في بلده عنه. يعني خد ساعتها 200 جنيه ونزل سال، وجي قال ده كويس ده محترم، ده الناس شكرت لي فيه، ده قالوا ما فيش شيخ زيه، يعني ان هو مش شيخ، ان هو حافظ كتاب ربنا، ان هو كويس يعني محترم. طب والدك بيعمل كده ليه؟ عايزك تتجوزي انت سنك صغير، يعني ايه الهدف؟ مش عارفه. هو مش قادر على مصاريفك مثلا؟ هو ما بيصرفش اصلا عشان يبقى مش قادر على مصاريف. هو اصلا ما بيصرفش؟ هو ما بيشتغلش، هو مصري، هو قاعد بياكل ويشرب. امال مين اللي بيصرف؟ والدتي. والدتك بتشتغل ايه؟ بتشتغل لو حد طبعا تنظف سلم، تنظف شقه كده. فلما وافقنا عليه بعد ما كملناش شهرين، لان حاجتي كانت جاهزه، انا كنت مخطوبه قبل كده وما حصلش نصيب بالشخص دوت، فحاجتي كانت جاهزه اصلا. فهو جاب حاجات ما تكملش 17000 جنيه، اوضه نوم وركنه وتكييف، بس تكييف اللي هو الصحراوي اللي مش تكييف بس. وجبنا الشقه في خلال شهرين واتجوزنا، وكان جايب معاه في الاتفاق واحد، ثلاث رجاله، واحد اسمه سيد، واحد اسمه عماد، واحد اسمه ايمن، ده عمي وده خالي وده ابن عمي، وان هم قرايبه يعني. وجم يتفقوا له طب والدك ما جاش ليه؟ والدي تعبان. طب والستات اللي فعلتهم فين؟ ما فيش غير ايمن؟ لا احنا ما عندناش ستات بتطلع من البيت تبقى تشوفهم.
تبقى تشوفهم ولا حتى في اليوم ده ولا الام تتعرف على والدتك ولا اي حاجه؟ لا تبقى تشوفهم في الفرح. حتى لما والدتي دخلت عشان تقعد في الاتفاق اللي هو العادي احنا قاعدين. طب ده ما خلاش والدتك تشك في اي حاجه؟ لا ما في بلاد بتبقى عامله كده انه فعلا الستات مش بتتقابل مع الستات. فجت والدتي تقعد حتى معاهم في الاتفاق، فلسه الراجل بيتكلم بيقول احنا هنتفق، قعد يقول لوالدتي اطلعي بره. مفيش ستات بتقعد في الاتفاقات بقى اكيد. فوالدتي اللي احنا عادي ان احنا بنقعد في الاتفاق، ايه المشكله؟ فقعد يقول لوالدتي اطلعي بره، فاحنا سامعينهم من بره بيقولوا انت يلا عشان نتكلم، راح والدي عملوا زي الكلام خلصان، الكلام خلصان. يعني والدك حتى ما حاولش انه يبذل اي مجهود عشان خاطر؟ لا قال له الكلام خلصان احنا متفقين الكلام خلصان. كلام خلصان على ايه؟ والدتي بقى اتدخلت في النقطه دي، والدتي مش فاهمه اي حاجه، احنا يعني فاهمين انه في الاتفاق. يعني ايه اللي اجبركم انكم يعني توافقوا؟ عجبك مثلا كعريس؟ لا. طب ايه اللي خليكي توافقي؟ مش عارفه. اتغصبتي عليه؟ لا هو المشكله مش غصب برضه. الزن؟ والدي فضل يقنع فينا وقعد يتكلم كتير عنه ان هو كويس، هو شخص كويس. فانت اتوهمتي وتمام خلاص هو كويس. هو انا والدي بيعرف يقنع جدًا، هو يعني بيقنع اللي قدامه يعني. هو والدك طب والدك واخد منه فلوس؟ لا ما اعتقدش، مش عارفه بصراحه سواء خد منه فلوس ولا لا. طب كملي. فاتجوزنا بعديها بثلاث، حتى في الفرح ما جاش حد من الستات. انا والدي تعبان جدا وفي المستشفى ما بيموت، طب ما جوش ليه؟ طب كنا اجل الفرح. لا انا مش اجل الفرح والمصاريف وورايا شغل ومسافر، وضربنا في قصه تانية خالص. وجم حبه رجاله مع اللي جم معايا في الاتفاق. ما انت قلت الستات هيجوا في الفرح. والدي تعبان بيموت في المستشفى، طب ناجل الفرح خلاص مش هنعمل فرح. واليوم ده اتخانقنا ومش عايزه خلاص ناجل الفرح، مش عارف حاجه كانت في حاجه غلط. فضل بقى فعلا في حاجه غلط. فضل ينبئ يعني يقنع فينا، لا طب هيجوا في الشقه هيتعرف عليك عشان هم مش هينفع يسيبوا والدي ومش عارفه. هيجوا في الشقه بعد ما تتجوزوا؟ طب انتوا كاتب الكتاب اتكتب امتى؟ كان في شهود من عنده ولا ايه؟ الشهود هم اللي كانوا مأجرهم على اساس ان هم اهلهم. مأجرهم؟ هم مش اهله، هم ناس تبعه في الشغل. وكان ده اللي اكتشفتيه بقى مؤخرا بعد كده؟ طب كمان والمأذون تبعه مش من عندنا خالص، كمان من بلده وقريبه. وطلع مأذون في الاخر ولا مأجر؟ لا مأذون. مأذون. لما اتجوزنا بعدها الشهود من عنده صح؟ من عنده، هو نفس اللي كان مأجره. هما نفس اللي كانوا موجودين لما جيت اقدم بالظبط. بعدها بثلاث ايام بالظبط نزل يجيب طلبات، عدى من عند كمين التبين، فكان هو شاري عربيه فاتمسك بيها، لبس في رخصه مزوره. مزور رخصه؟ مزور رخصه. اتحبس 45 يوم في 45. والعربيه مسروقه طبعا؟ لا مش مسروقه. امال هي الرخصه بتاعتها منتهيه وكان في لخبطه في الرخصه، ده اللي على حسب اللي قالوا بعد كده. بس هي الرخصه مش العربيه مش مسروقه، بس الرخصه فيها مزوره فيها. هو تقريبا كل ومزورة. اللي قالوا ما طلعش حقيقي. اشمعنى دي اللي مصدقاها؟ لا ما عشان دي سالنا فيها، رحت المحكمه وسالنا محامي. فالمحامي اللي قال لنا. حصل له ايه بقى لما اتمسك؟ 90 يوم بقى دول، 45 يوم 45 يوم. في واحده بترن عليا، انا مراته، انا معايا منه تلات عيال. تمام. اساسا بقى اساسا يعني طلع متجوز ومخلف وجوزني وهي حامل في الطفل التالت. طب والدك فين من الحوار ده كله؟ هو والدي اصلا مش اول ما عرف ان هو اتحبس ما عرفش مشي. مش انا رايح شغل بعيد ومشي. والدك مشي عنكم اصلا؟ مشي، احنا ما نعرفش بقى لنا سنه ما نعرفش عنه حاجه اصلا. عن والدك؟ عن والدي. وهما بيرنوا عليه بيكلموه وهو بيكلمهم وبيقول لهم لا ده انا سبتهم ومشيت، ده انا اعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه، مش عايزين تدوهم حاجه. ما لا لحظه واحده، يعمل في مين اللي هما عايزينه؟ فيكي في بنته وفي مراته؟ هو بيكلمهم هما كويس جدا وما بيشتموش عليه خالص ولا بصي بيشكروا فيه جدا، ما اعرفش في ايه. طب هل مثلا مامتك ووالدك في بينهم مشاكل؟ في بينكم انتوا وبين والدك مشاكل اللي يخلي اب مشاكل يرمي بنته عاديه اللي انت لواحد؟ لا مشاكل عاديه اللي انت قاعد ما بتشتغلش ليه بس. مشاكل اي بيت يعني؟ مش مشاكل فظيعه. لا مش مشاكل اللي انت قاعد ما بتشتغلش ليه، ما بتصرفش علينا ليه، ساعدني بس. هي والدتي وكتر خيرها انها بتصرف اصلا. بتصرف على ست عيال انا اكبرهم فبتصرف. طب واكتشفت انه نصاب امتى؟ هو بص حضرتك، هو بعد ما اتحبس ومراته بقت ترن عليا كل يوم شتايم وقله ادب. وكنت انا كنت ليه هي مالها بيكي؟
انت هو اتجوزك؟ انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش عارف ان هو اتجوزك. انا قلت انا ما اعرفش انك انا اصلا انا ما اعرفش. فده الكلام اللي انا قلته. طب ما دي قضيه اصلا. ده اللي انا قلته. قالت لي لا انا ما كنتش عارف ان هو متجوزك. وبقى شتايم بقى شتايم، وهو بقى يرن عليا يهيط، كان بيكلمني ويقول لي لا ده هم وحشين، انا اتجوزتها عشان هي وحشه، وقال بقى كلام كتير، وهي بقى تشتم عليه وهو يشتم عليها. وهي وانت في النص ضايعه بين الاثنين. اه وانا مش عارفه مين الصادق ومين الكذاب، وهي تقول عليه كلام وحش. انت مصدومه، انت ده حقك يعني، ده مش اقل عارفة. شيء. فانا احنا اول مره اصلا نروح نقف قدام باب اسم، كنت بروح كل يوم والتاني اودي زيارات، انا ما اعرفش يعني ايه زيارات، ما اعرفش يعني ايه اقف قدام باب اسم. كل يوم التاني 500 جنيه، وكانش هو سايبني بفلوس خالص غير 300 جنيه صرفت قصادها كتير من والدتي. وبقينا عشان الاكل، وهشوف لي محامي عشان خاطر ربنا، عشان معلش ربنا. اه انا عارفه ربنا. طب وانت تعرف ايه عن ربنا؟ يعني انت اصلا ايه في القصه اللي انت عملتها تعرفها عن ربنا؟ نصبت عليها، ضيعت شبابها، وحسبت عليها جوازه، اتجوزت على مراتك الثانيه من غير ما تعرف. هي كانت عارفه. هي كانت عارفه. هي انا اللي اكتشفت بعد كده ان هي كانت عارفه، لان اللي حضر الفرح كان اخوها. اه ده في اتفاق بقى رسمي ما بينهم، يعني بين يعني ما بين والدك وهو ومراته. آه هي متاهه. انا دخلت وسط ده انا مش فاهمه حاجه. عشان ايه؟ ما تزعليش مني، يعني انت عندك ايه ياخدوه منك؟ مش عارفه. هو كان متفق مع والدي، انا سمعت المكالمه بوداني. هو بعد ما خرج مين اللي مجهزك؟ والدتي. والدتي أكيد. والله والناس كانت بتساعدني. جابت لك ايه؟ جابت لك كل حاجه. صرفت كام في الجهاز؟ جابت لي كل حاجه اي بنت تتمناها والله. والدتي عشان انا اول فرحتها. يعني صرفت كام مثلا؟ مش عارفه سايبه الجهاز مني فيا من زمان. 100,000 مثلا؟ ممكن ازيد. ده جايب ازيد كمان؟ ممكن. وفي ناس كانت بتساعد بصراحه، بتجيبوا حاجات وبيساعدوا. والحاجات دي فين دلوقتي؟ عنده كل حاجه، هدومي بحاجتي كلها عنده؟ عنده. خدها بالغصب، جاب 8 رجاله وسواق، وخدني وخد الحاجه وخدني مع الحاجه اصلا، واتضربت هناك ورجعت عن طريق القسم. لا لحظه واحده، خدك انت والحاجه واتضربتي؟ اتضربت. ده بعد ما خرج من السجن؟ انا بقيت اصوت في الطريق. اه بعد ما خرج هو عمل حاجه. بصي هو بقى كمل الخطه، هو طلع من السجن وجه وعملنا قعده وقعد يعيط، واتفقنا وانت عملت كده ليه، وطلع اسبابه وراح خد مكان ايجار جنب المكان اللي احنا ساكنين فيه جنب والدتي، على اساس ان هو هيقعد جنب والدتي. وان انا طب معلش ايه اسبابه؟ يعني اقنعك ازاي بعد كل اللي انت عرفتيه ده ان هو قومي تعالي معايا يا ايه؟ يعني ايه اللي قاله لك؟ كلام بقى كتير ان هو إيه؟ مظلوم، وشفتي بقى شتايمه، وشفتي قله ادبه، وشفتي اللي عملوه، ووعده بقى يقول. طب ابوكي حضر هنا ولا اختفى برضه؟ لا ما كانش موجود اصلا. هو اصلا مش موجود من ساعه ما اتسجل لحد النهارده، هو مش موجود. مش موجود. عملنا قعده، ناس من الجيران قعدوا وعملنا قعده، وعاد يقنعهم حتى الناس يعني اللي كانوا قاعدين اقتنعوا ان هو كويس ومحترم وطيب. خد مكان جنب المكان اللي احنا فيه بالظبط ايجار، خد بيت ايجار، دفع 2000 تامين و2000 ايجار، ومضى وصل امانه للراجل صاحب البيت. وجي تاني يوم خلاه والدتي مش موجوده، احنا هننقل دلوقتي. طب اصبر لما والدتي. لا احنا ده جنبنا ب 10 دقائق فعلا، المكان ب 10 دقائق جنب بعض. ما كانش فيه موجود غير اخويا محمد وواحد صاحبه، فحملوا الحاجه بقى يحملوا الحاجه بسرعه. اللي كان ماشي من المكان اللي احنا رايحين عليه عدى مكان تاني خالص، ماشي من بره. خطف ده خطف. عدى مانيال شيحه، فضلت اصوت على الطريق، وانا بصوت بقى الطريق سريع، الناس بقت واقفه مش فاهمين في ايه، وبتوع القهوه قاموا، وليت اخويا اترمى من على العربيه من ورا، وصاحبه اترمى من على العربيه من ورا، جاب له رجله دي التانت من هنا، صاحب اخويا رجله التانت، وفضل يجري ورا العربيه لانه واقف العربيه مش عارف. قال له دوسه، القلب بيقول للسواق دوسه وانا هزودك 5000 تاني. عايز اسالك سؤال، القوه اللي انت جايباها قدامي، انا شايفه دلوقتي قدامي قوه، القوه اللي انت جايباها قدامي دلوقتي وانت بتتكلمي ازاي؟ يعني انا لو مكانك هبقى منهاره. انا انهارت كتير وعيطت كتير وخدت انا
له عذر، يعني مش عارفه اقول له مثلا مديون، عنده مصايب، عنده حاجات انتوا مش عارفينها، فاضطر انه يبيع عيلته وبنته ومراته. لا هو عايز احاول الاقي اثار، اثار اثار ايه اللي هيطلع؟ حد يرمي ضناه؟ اثار ايه؟ يعني كسبت ايه؟ بيرن انت وانت قاعد مع نفسك حاسس بايه؟ حاسس ان انت محترم نفسك؟ بعت بنتك، دمرت بيتك، ضيعت شبابها، الست شقيانة على بنتها ودفعت دم قلبها لراجل معرفش يدفعه، الراجل بياخد منها فلوس، خدت منها 200 جنيه عشان تروح تسأل على عريس انت عارفه، يعني حتى ال 200 جنيه خدتها نصب. حاسس بإيه؟ طب جوزها هقول إيه؟ مش من دمها، نصاب، نصاب، نصابه بيتكلم باسم الدين، نصاب. طب أبوها؟ يعني انت من نفس، يعني انت من نفس الدم، لحمك ودمك، يعني لو اتعرض انت اللي تسترها، مفيش غيرك هيسترها. ده جوزها ممكن تتطلق منه وتتجوز غيره وتتطلق وتتجوز تاني، بس ابوها هو اب واحد في الدنيا. كملي يا ايه اللي حصل بعد ما خدك ورحت؟ انا خدني ورحنا مكالمه، كلم والدي قال له مش ده اللي احنا اتفقنا عليه، ان احنا اتفقنا ان انا اجوزك البيت وتطلع لي اثارات اللي في البيت. يعني الاتفاق اصلا على صفقه اثار. هو كان عارف ان هو متجوز، يعني ابوك كان عارف انه متجوز ومخلف. انا رحت المكان، فضحوا بعض يعني. رحت المكان اصلا، يعني هي مراته قاعده في اوضه في بيت عيلة. رحت المكان عند عيلته. مخدني عند العيلة وضربته، هي ضربتني واخته ضربتني. اخته ضربتك؟ هو منين؟ من الصف، مكان اسمه الصف. اخته ضربتك ليه؟ ذل، احنا جبناكي وذلناكي. طب هو فين؟ ما دافعش عنك؟ لا بقى بيشتم معايا. بيشتم؟ بيشتم. الشيخ، الشيخ اللي بيتكلم باسم الدين، اللي بيقرا رقية الشرعية، ده شيخ منصر. كملي كملي، عملوا فيكي ايه تاني؟ ده ما فيش غير ان انا بتضرب، ويقول لي انا اللي كنت متفق على ده كله، انا اللي عامل ده كله، انا بيسموني الديب، انا الديب. الديب ويخبط على اسنانه كده، انا الديب. ده مريض. انا رحت المكان، يعني مش هو ده اللي معاه فلوس بقى، وان هم طمعانين في فلوسه وان هم مش عايزينه يتجوز، وهما كانش بيحبها واهلها اللي مدبسين فيه عشان فلوسه. قاعده في اوضه في بيت عيله بالخشب، بيت بالخشب، وفي اوضه، قاعده في اوضه ما عندهاش بقى جهاز عروسه. انا قلت لها انت جهاز عروسه. طب انت بعد ما اتجوزتي ورحتي بيت تاني خالص، هل لسه كنت بتشوفي الحاجات اللي كنت بتشوفيها في بيتكم؟ لا. وانت معاه خصوصا لان هو المفروض شيخ دين، يعني شيخ وبيقرا رقيه شرعيه وما بيتكلمش في الكلام ده كله. لا ما بشوفش حاجه، بس كوابيس. بس مفيش كوابيس ولا ما بتشوفيش حاجه؟ لا الحمد لله. جه شهر 7، اول شهر 7 اللي فات ده، اللي هو من شهر. شهر بالظبط. تمام. رن عليا، انا عايزه اقابلك. كل حاجه. انت خلصتي منه ازاي؟ عشان انا مش عارفه انت خلصتي منه ازاي ورجعتي لمامتك. لسه ما خلصتش. انت لسه على ذمته؟ لسه رافعه قاضي. طب رجعتي لمامتك ازاي؟ عن طريق الاسم. كلمت محامي، المحامي قال لها، كان هو بقى لما كل حاجه والفلوس وقلعني الذهب بتاعي وخد كل حاجه. ذهبك اللي هو جايبه ولا لمامتك جايبه لك؟ كان حلق كبير ووالدتي جايباه، وباقي الذهب هو اللي كان جايبه. كان هو جايب ختمين ودبله واسوره. انا جايبهم 15000. عالم ذهب ولا مش ذهب بقى اصلا؟ لا كانوا ذهب، عشان دول كانوا قلعهمني من ايدي قبل ما اطلع، وخد الحلقه اللي في وداني. والدتي كلمت المحامي، ده المحامي ده كنا عارفينه، هاتي 5000 جنيه دلوقتي وانا مش شايلك. حتى المحامي ما رضيش يراعي. طب انا معيش فلوس، معيش غير 1000 جنيه، هاتي 5000 جنيه دلوقتي. استغلال موقف. والله وقتها بالظبط راحت بعت الثلاجه والغساله والانبوبه معقول في ناس كده يعني؟ معقول والله بعتهم. معقول على قدام الناس بعتهم، ورحت اديت له فلوس. كلم محامي تاني، اداله 500، محامي من البلد بقى، هو ما راحش بنفسه، اداله 500 جنيه قدامنا والأربعة ونص واخدهم. بس احترموا المهنه، اقل شيء احترموا المهنه. بس كملي يا ايه. وقال لي، قلت له طب وحاجتي وكده وهعمل محضر؟ قال لي لا، ما فيش واحد بيخطف مراته، وتعالي وانا هرفع لك القايمه واخليه يرجع لك كل حاجه. ورجع كل حاجة؟ لا، رفع لي القايمة فعلا، ورفع لي قضية، قال لي هرفع لك قضية نفقة، وقضية طلاق للضرر، وقضية تبديد قايمة، واعملي محضر ضرب والسرقة، عشان كان ضاربني بقطر في ايديا،
ضربة في القطر بإيدك؟ اه كانت ايديا دي مفتوحة كده وكان في كدمات. الله يا شيخ، الله يا شيخ، يا اللي بتعلم الناس الدين والأصول والأخلاق وإزاي نحترم الست وبترقيهم. عملت المحضر الضرب والسرقة ومشي في القاضي فعلا. المحامي بقى تواصل معاه، بوصل القاضي أصلا بزرق. المحامي بتاعك؟ اه قال لي ده واخد سنتين، طلع واخد سنة وشهر مش سنتين زي ما هو قال. قضية النفقة ما بيحضرهاش اصلا. اي قضية تانية كان بيحضر معايا اي محامي قدامه يديله 100 جنيه وخد مني غير الخمسة اللي خدهم في الاول، خد 8 تاني، خد 8000. بقى يرن عليا كاني مديوناله، انا عايز فلوس، انا عايز فلوس دلوقتي. خدهم قضية النفقة اتلغت لانه ما كانش بيحضرها. قضية طلاق للضرر لا انا هحولها لك للخلع. طب انا مش عايزه احول للخلع، انا عايزه طلاق للضرر لان انا مضروره ومن حقي ان انا اخد حقي كامل. وعشان حاجتك كمان انت الخلع مش تاخدي حاجه، عشان مامتك اللي دفعت دم قلبها، الست اللي 100 راجل. خدت الورق من عند المحامي لما لقيته عمال وكل شويه يقول لي طب ارجعي له، طب هو وهو يكلمه والتاني يكلمه بيكلموا بعض. فرحت واخده الورق منه ولغيت له التوكيل ورفعته عند محامي تاني. بس لسه يعني الامور زي ما هي، مفيش حاجه جديده. بس هو متأيد عليه الحكم، هو كده عليه احكام، هو متأيد عليه الحكم. هو دلوقتي متأيد عليه الحكم؟ متأيد عليه الحكم، يعني لو بحث عن بطاقته هي متأيد. لا متأيد عليه الحكم. طب انت ايه اللي انت عايزاه دلوقتي؟ انت ايه طلباتك؟ عايزه يحصل ايه دلوقتي؟ انا عايزه حقي مش اكتر. عايزه حقك اللي هو ايه؟ حاجتي اللي سرقها بس. عفشك وحاجتك اللي مامتك جابتها كلها؟ اه انا قلت له رجع لي حاجتي، قال لي انا حاجتك انا بعتها. فهو باعها فعلا، باع نصها مش كلها. قال لي مالكيش عندي حاجه، يا تيجي تعيشي مع مراتي هنا مش هديكي حاجه، مالكيش عندي حاجه. لو اكبر من في البلد حكم لك انا مش هديكي حاجه. هو جه من شهر كنت بقول هو ما عندوش كبير يترد عليها بترجعوا لحد؟ لا ده انا ما رحت هناك، والدته بصراحه بامانه ربنا قالت له اديها حاجتها وخليها تمشي، ما تبهدلش بنات الناس معاك. فتح على والدته القطر على رقبتها. فتح على والدته القطر؟ كلها والدك، تخيلي. هو السبب، هو لو والدي مش كان كده ما كانش عامل كده. مش هقدر الومه، ده راجل وطلع ندل، طلع نصاب، طلع حرامي، طلع بيتكلم باسم الدين، طلع كل الحاجات الوحشه، خلاص انتهى من حياتنا. لكن في حد انا مش عارفه ابطل الومه في دماغي حتى، والدك. هو جه يتهجم عليا الشهر اللي فات ده. مين جه يتهجم عليكي؟ اللي هو جوزي جه يتهجم عليا. لا كلمني قال لي احنا هاجي هتفق نتفق وكل واحد يتراضى وكل واحد يروح لحاله وارجع لك حاجتك والكلام دوت، ولو انت عايزه ترجعي نرجع واتكلم ايه عادي. فانا قلت خلاص ايه بدل القواضي هنرجع الحاجه وكل واحد يروح لحاله. قلت له تعالى البيت اللي انت جيت فيه واتفقت فيه قدمتلي فيه ونصبت فيه تيجي ايه وتحل فيه ونرجع الحاجه وكل واحد يروح لحاله. لا انا مش هاجي البيت. طيب نتقابل فين؟ خايف من ايه؟ قلت له هو النصاب لما بينصب في مكان استحاله ينزل فيه تاني. انا قلت له كده، قلت له استحاله ان نصب اللي نصب في مكان ينزل فيه تاني. انت تقصدي ان هو نصب في البيت عندكم؟ اه. فمش هيقدر يدخل تاني إيه؟ عشان الجيران اللي قعدوا قبل كده. عشان الجيران. اه والجيران بصراحه كانوا متضايقين منه جدا. آه قال لي طب هنتقابل بره، بس تيجي لوحدك وهتيجي الساعه كام، هتلبسي ايه، هتقفي فين بالظبط؟ هو مش عارفك ولا ايه؟ مش عارفه يعني ايه الاسئله دي كلها. هتقفي فين بالظبط يعني ايه هتلبسي ايه؟ انا بصراحه ما كنتش مطمنه. قلت لوالدتي واخويا وواحد صاحبه، قلت لهم في هو جاي. قال طب خليه يجي في البيت. رحنا انا ووالدتي واخويا بس. اخويا يوسف عنده 16 سنه، صاحبه ما رضيش، صاحب اخويا الكبير ما رضيش يجي. رحنا وقفنا بعيد. وانا قلت لوالدتي انا هقدم لو في حاجه تعالي لي. ثواني بس، اخوكي ما رضاش يجي معاكي ليه؟ لا صاحب اخويا، صاحب اخوكي مرضاش. اه اللي اخويا ليا اخ كبير بس هو اصغر مني بسنه، بس هو كانش موجود في الوقت ده. فصاحب اخوكي مرضاش يجي معاكي؟ اه تمام. كان عنده ظروف ساعتها. فقال لي انا قلت لوالدتي اقفي بعيد، لو هو فعلا جاي حل انا هشوف ايه، واحنا في مكان عمومي فمش هيقدر يعمل حاجه. والدتي وقفت بعيد. اللي هو جاي بقى يحل لقيته بيمسكني من ايديا جامد جامد وبيسحبني.
بيشدك لمكان يعني؟ بيسحبني كده وماسكني من ايديا جامد بغل، دايس على ايديا جامد، وانا بقى ساعتها صرخت. واحنا في مكان المواصلات بتوع التكاتك والعربيات اتلموا، يعني في ناس كتير اتلموا عليه بصراحه لما لقوني صرخت، وراحوا ماسكينه ضاربينه، انت جاي ليه؟ جاي يعمل كذا كذا، ولقوه بقى عمال. طب ما استغلتيش الفرصه دي ليه وديتيه الاسم على طول؟ وديناه الاسم، وديتوه الاسم، ودينا. هما بقى مش عارفه دي كانت خطه ولا ايه، هو جه واهله فبلغوا ان احنا خاطفينه، وهو جاي من بلد بين ساعتين، يعني جاي من بلد لساعتين اللي عندنا احنا. هو عندكم انتوا في البلد؟ اه. فاهله بلغوا ان هو مخطوف؟ ان هو مخطوف، هو كان جايب عربيته راكنها في مكان تاني وجاي ان هو مخطوف، فانا مش عارفه في ايه بالظبط. عمل محضر طب في الاسم عملتوا ايه؟ الضابط جه، احنا اللي رحنا بلغنا، يعني هم سبقوا بالبلاغ، ما انه هو اللي جاي، والناس بتوع الشارع يعني بتوع تكاتك ده الموقف مسكوه ضربوه، وهم شاهدين وكاميرات اكيد مصوراهم اكيد. رحنا القسم قالوا لا انتوا خاطفينه، وبيتنا في القسم ليله. انتوا اللي بيتوا في القسم ليله؟ احنا اللي بيتنا في القسم، احنا اللي رحنا القسم. وهو كان في البيت اللي الناس كانوا ماسكينه، وقالوا روحوا اطلعوا على القسم خلي حد يجي ياخده. رحنا القسم بيتوا ليله، قالوا لا انتوا خاطفينه، وهو عمل محضر واحنا عملنا محضر، ومع ان انا كان مضروبه، بس هو عشان الضرب، مع ان هو كان بيتهجم عليا، هو عمال وعايز يمسكني باي طريقه يمسكني يضربني. انت ايه؟ انا عايزه منك رساله لوالدك ورساله للنصاب ده. هو انا والدي والله مش عارفه اقول له ايه، بس انا بقول حسبي، انا بصحى وانام اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه. هو مش همه، هو بيكلمني اصلا اعملوا اللي تعملوه، انا وبيكلمهم بيقول انا سبتهم مش هتعملوا فيهم اللي تعملوه. عملوا فيهم اللي تعملوه؟ مراته تقول لي انت مش هتقولي حاجه، انت مش هتاخدي حاجه. قلت لها طبعا ما عشان جهاز عروسه جالك على الجاهز، وانت ما كانش في خيالك ان انت اصلا يجيلك جهاز زي كده. ورساله للنصاب ده؟ ده ملوش اي رساله، هو الكلام كله على والدي، لانه لو والدي كان ساندنا ما كانش هو عمل كل ده. العيب مش عليه، دمر عيلة. طمع دمر عيلة كاملة. ومراته بتكلمني، انا معايا تسجيلات ليهم على فكرة، مراته بتكلمني بتقول لي هو في احسن من شعر الراس ده، انت شرابك في الكوتش زي ما هو. هي المفروض منتقبة من البيت للجامعة، من الجامعة للبيت. وشيخ وبيرقي ناس. وبهتلفي في الكنايس، وانا اضحك اقول لها طب ليه ما لفش في الجامع، ليه لف في الكنايس؟ كفايه تجاره بالدين، انتم الدين منكم بريء، كفايه. نورتيني يا ايه وقلبي معاكي، ربنا يرجع لك حقك، وتاكدي ان حقك هيرجع لك، وتاكدي ان مفيش نصاب هتفضل دايما معاها حلوه زي ما انت شايفه كده ابدا، حقك هيرجع لك انا متاكده. قله الدين والاخلاق صعبه، قصص لما تعرفها وتسمعها تحس بشمئزاز، لا دين يسمح بكده ولا انسانيه تسمح بكده، واكيد ربنا مش هيسيب حق اسماء اللي جوزها كان بيجيب رجاله البيت عشان حاجات ولا بد ويشربوا مخدرات، ولا كمان ايه اللي جوزها بهدلها بالشكل ده ونصب عليها، وابوها اللي اتفق معاه على كل ده، اتفق مع جوزها مقابل صفقة بايخة جدا، صفقة خسرانة على حساب بيتك، بنتك، مراتك. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا هيبعت ليهم حد يساعدهم ويدعمهم ويقف جنبهم ويجيب حقوقهم. كفاية تجارة بالدين. وبكده تكون خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقات أخرى.